kukun na kukun na kukun na salati na kama sio kukun na kukutaya wa ana fahali jibu na mene bali salama mene denka manuadu wa misiria wa inu misiria wa denka mwafu tilgaia inu kiblo inu ukubitu maabani la uwa mara ya wa denka mwafu inu raulena inu kanisa دفعنا كمان الحرب فقدنا أطفالنا فقدنا رجالنا فقدنا أولادنا السلام دعيد تنازلات وبشكر المنظمات العاملة في البوكس هنا اليونسفا وكوكوات لأنها اشتغلت كثير في مجال السلام وشكرا جزيلا ومبروك لكم ومبروك لنا السلام وبشير بالروح اللي تفوقت بها انتم واهلا المسيره. وانا حضرت المؤتمرات بتاع فضل زعاب كثيره جدا. وروح زي حقكم دي يعني قليل جدا من حضرتك. وفعلا الناس اللي قالوا اويل هي بلد السلام ده كلام صحيح 100%. وقبل ما اطلب من حنا الكمالوال ومن حنا المسيرين العمل والاتفاق اطلب منهم طلب داعي الموجوده في اوياكي اول حاجه اليونسفا احنا شاكرين في ممثلين لها انها هي بذلت مجهود كبير جدا في حفظ الامن في منطقه اوياكي بين احنا كنا كاهل او كفريقين ايضا نشكر منظمه القدس بقياده الاخ فيتن ويبذل كثير جدا في منطقه هذه كلها وعلى طرفين ايضا انا دائما اقول بالنسبه لنا جهات ونادم ما تتحركوا ما 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 تتفرقوا اقعدوا ونحشر مسألة عمل لما نجيكم عشان احنا كمسيرية ما نقول ان ديك مروان المحاسو لأهلهم ديك مرض انصفون لو نحن قطعانين كمسيرية ولا نحن قطعانين في ديك وفي ديك وفي ديك ونحن عطا واحد انصفون لو أهلكم ديك مرض قطعانين بقى توجدون في جانب أيضا لا أبدا ما أبدا ما تنحازوا لنا احنا كارتبات مثل أهلكم ومسيرة إليكم ونحن في جنس واحد لأن ربنا سبحانه وتعالى بيسألكم ربنا سبحانه وتعالى بيسألكم لو لقيتونا لنا كمسيرة لنا من طرائكم سواء من لنا سفر في الختام شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.